besser organisiert dann in der Defensive und kommt dann ja, mehr eigentlich aus dem Spiel rausholen. الشوط الاولاني ما كناش في احسن حاجه، ما لعبناش الكوره اللي احنا عايزينها، خطوطنا كانت بعيده قوي عن بعض، ما كناش متقاربين، سيبنا الكوره للزمالك كتير، فاحنا ادائنا الشوط الاولاني ما كانش كويس. الشوط الثاني نزلنا احسن كتير، كنا كومباكت اكتر، يعني خطوطنا متقاربه اكتر، قدرنا نلعب كورتنا فشكلنا كان احسن كتير. الشوط الثاني قدرنا نخلق فرص وقدرنا نحسب بنا هدفين. انا مبسوط ان هو معانا اصلا. Nein, wir hatten eigentlich nie Probleme, wir haben das klar angesprochen. هو كهربا كان عارف وانا اتكلمت معاه واحنا علاقتنا كويسه جدا ووضحت له كل الامر وانا محتاج منه ايه عشان يلعب، واحنا معانا الحمد لله ثلاث مهاجمين كويسين، واحنا مهم ان احنا يبقى كل لعيب عندها رتم كويس وتاخد رتم الماتشات، واحنا عايزين نكسب كل الماتشات. مهم ان انت يبقى عندك مهاجمين ثلاثه كويسين، تستخدم الثلاثه، تقدر لو حد مصاب الثاني يلعب، الثلاثه جاهزين في كل وقت، ده مهم. عندنا ماتشات كتير، رحلات كتير، مهم ان كل اللعيبه تبقى جاهزه. مش محتاجين اصلا نوضح للاعلام، لان دايما النادي الاهلي قافل على نفسه، وفي الاول والاخر اي امر المدير الفني بيؤمر بيه احنا كلاعيبه بننفذه، ومفيش اي مشاكل داخل الفرقه خالص، ومش لازم الاعلام يكبر اي مشكله خالص عندنا، لا فيش مشاكل اصلا. واحنا كلاعيبه ك 23 لعيب كانوا متواجدين النهارده، اي 11 لعيب يشاركوا، اي لعيب يشارك، اي لعيب يخرج، مفيش حد بيزعل خالص، لان في الاول والاخر المدير الفني هو ليه الفضل علينا كلنا، وهو اللي بيعمل كل حاجه. فانا بحب اشكره على ثقته فيا النهارده، وان شاء الله مزيد من البطولات، وعايز اقول له حبيبي ما يفازر. عندنا ماتش في الدوري يوم 12 على طول، بعد كده في توقف دولي عشان المنتخبات. مهم ان احنا ناخد بعض الايام راحه عشان نقدر نقف على رجلينا تاني، عشان ناخد نفسنا ونبدا نخش في معمعه جديده بضغوط جديده، واللعيبه اللي مش هتروح مع المنتخبات انها تقدر تفصل عشان نقدر نكمل المشوار الجديد، يجمعوا طاقه ليهم للماتشات الجايه والسفر الجديد والتحديات الجديده اللي احنا داخلين عليها. الحمد لله رب العالمين، طبعا ببارك لكل منظومة النادي الأهلي على المكسب النهاردة وعلى البطولة، وإحنا اشتغلنا وإحنا بقالنا فترة مطحونين في الماتشات يعني، فالحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا إن إحنا نكسب النهاردة ماتش ببطولة مهمة جدا بالنسبة لنا في مشوارنا اللي إحنا ماشيين فيه، والحمد لله على المكسب، ومبروك طبعا لجمهور النادي الأهلي يستاهل كل خير ورانا في كل مكان. الحمد لله مبروك لجمهور النادي الاهلي. الحمد لله طول عمري انا بتدلع من جمهور النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي انا شبعت دلع منه وطول عمره هو بيسندني وانا في الملعب، وانا الاسم ده ما اتعملش الا من خلال جمهور النادي الاهلي، فطول عمره هو السند نمره واحد بالنسبه لي، هو اللي واقف في ظهري، وكان بيقف في ظهرك في اوقات الصعبه اكتر من الاوقات اللي انت كويس فيها. فأنا مهما اتكلم ومهما اقول اي حاجه، جمهور النادي الاهلي ده انا خدت منه حاجات كتير جدا 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 جدا، وانا ما ادوش حاجه يعني، انا كل اللي انا عملته ده ولا حاجه من اللي انا خدته من جمهور النادي الاهلي، فجمهور يستحق كل خير، وبقول للعيبه النادي الاهلي انبسطوا بجمهور النادي الاهلي، انت في نعمه كبيره، نعمه كبيره يكون عندك اداره زي اداره النادي الاهلي وجمهور زي جمهور النادي الاهلي، بيساندك وبيساعدك وبيوقفك على رجليك في وقت صعب جدا. احنا لولا الجمهور شد معانا في اخر لقاء، احنا فوق لعيبه ودخلهم في الجيم بشكل كويس جدا، وهو ده يعني انا بصراحه مهما احاول ان انا الاقي من كلام عشان اقول لجمهور النادي الاهلي مش هقدر اطلعه، بس انا اتدلعت كتير من جمهور النادي الاهلي وانبسطت بالدلع ده، وبقولت لعيب النادي الاهلي اتدلعوا من جمهور النادي الاهلي وحاولوا ان انتوا تاخدوا كل حاجه، كل حاجه من جمهور النادي الاهلي، ده العرف. احنا هنطلع طبعا النهارده على المطار على طول، وبعد كده بقى عندنا ماتش بقى كمان يومين، فالدنيا بتجري ورا بعض، مش هنوقف، وكل اللي هيجي في قصادنا في الفتره الجايه دي هنحاول ان احنا ناخده واحنا ماشيين في سكتنا،
المكسب كان كويس، وبقول للعيبه كنت رجاله. انا عارف ان احنا كميه سفر رهيبه ورا بعض، ف بس بمنتهى الامانه عايز اشكر الرجاله طبعا. يعني بصراحه يعني احنا انا اتعودت وتربيت جوه النادي الاهلي ان احنا في كباتن فرقه وليهم دور كبير جدا، وهما طبعا لما ببقى في اي حاجه خاصه بالفرقه بالسفر بيبقى في حاجات في السفر بيبقى فيها امور صعبه جدا، كباتن الفرقه بيبقوا واقفين ومعايا وفي ظهري وبنساند بعض وبنظبط كل الامور. فانا بشكرهم على المجهود، وبالذات كمان سفريه غانا كانت صعبه وكان فيها حاجات كتيره صعبه جدا، انما كلنا كتفنا وان احنا وصلنا يعني بالسلام. يعني كان فيها حاجات كتير جدا مش عايز طبعا اقول تفاصيل، بس انا بشكرهم النهارده طبعا لان ليهم دور كبير جدا مع الفرقه. يعني كلنا كنا بنقول يا رب، والحمد لله ربنا كرمنا، والمكسب بيحل بقى الشغل بقى وبيبين شغلك، والحمد لله رب العالمين. اولا الف الف مبروك علينا، والف مبروك للاعيبه النادي الاهلي، الف مبروك لمجلس الاداره. الحمد لله تم تكريم معالي الوزير العمري فاروق النهارده في لفته هي الاروع النهارده للتاريخ، حاجه محترمه جدا. وكان فيه الدكتور هشام متاثر جدا جدا جدا، لعيبه الاهلي كانوا رجاله، الماتش صعب جدا. شكرا للمملكه العربيه السعوديه على هذا التنظيم، شكرا رجاله قناه الاهلي، شكرا كريم، شكرا احمد، شكرا دكروري، بجد يعني الحمد لله عاملين شغل كويس جدا. الشغل بيحلو قوي بالمكسب والاستوديو الرائع اللي عامله الكابتن اسامه حسني، وطبعا دعم الاستاذ سراج السيسي ومستر سيف الوزيري وكل القيادات. فالحمد لله عندنا شغل حلو، عندنا فرقه ما شاء الله المكسب بيعمل حاجه حلوه، استمتعنا. ناس كتير بتطلب مني حاجات كتير قوي تبقى موجوده على الشاشه، لكن عايز اقول الاهلي ليه سيستم، اي بطوله واي ماتشات كبيره بقى في محافظه جدا تحافظ على شكل الفريق، تحافظ على الهدوء، ما نبقاش احنا بنعمل ازعاج، الدنيا تبقى تمام. لذلك احنا قبل البطوله وقبل المباراه ما فيش لقاءات، ما فيش غير تركيز فقط. بعد البطوله زي ما تعودنا وزي ما الكابتن الخطيب موصينا وتعليمات الاستاذ جمال جبر مدير الاعلام في النادي الاهلي، بتشوفوا الشغل موجود على الشاشه. مليون مبروك علينا، مليون مبروك على النادي الاهلي، مليون مبروك على جماهير النادي الاهلي اللي مخليه قناه الاهلي دايما رقم واحد. الف الف مبروك يا كريم، الف مبروك لاحمد، والف مبروك لدكرودي، والف مبروك علينا.